إخوتي، قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس بارخ مور. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس كرامة ملء المسيح، لكي لا نكون فيما بعد بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل حسب عمل، على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. بارخ مور. قاري شود مراني شو عم شيحا كرزو دمحيوني ثومن ما تايش لي حما خرزون ودمخرز حي فرقون العلم ابن أخيل فانطي قصتي مروالهان فرقو ديلان يشو عمشيحو من ثد حايه ألوهو ديد بسار من بفلتو قادشتو مريم هولندين أخانوهوان المساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون.
طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. والأمن والسلام لجميعكم. كل رحم وحنون من مريون بعين مريون رحمون رحم علينا عذرين تجبحتو توديثو هدرو رابو قلوسو رمرومو طبط لبطين أميلو عيدو بخل جبان وبخل عيدو نشتوي ناسخ. الحمد لك أجل الشكر والخلاص الذي مزج في قمة الجلجثة وبه تطهر الخطأ من الإثم ونال غفرانا آمان. والشكر للدم الغافر الذي أهرق فوق ذروة الصليب ووسمت به الأمم فنجت من الموت الذي به يليق التسبيح والسجود والإجلال. في هذا الوقت تقدمت الأخرسطية الإلهية وفي سائر الأعياد والأوقات والساعات والأزمان أيام حياتنا كلها إلى الأبواب. يا مريم رحمون وقيام مديم حيم حسيان يا امراض اورين قادم شوانه يا باسم مسلمين من اذا كنونهم يقرون صالكنا نرحم وحنون من مريم ابعين مريم رحمون رحم علينا أدارا اللهم امنحنا عفوا وغفرانا وتطهيرا
صافحا عنا ومتغاضيا عن آثامنا. اغفر لنا خطايانا الكثيرة والعظيمة التي لا تحصى، متجاوزا عن ذنوب عبيدك المؤمنين، وارأف بنا أيها الجواد وارحمنا. تذكرنا اللهم ذاكرا نفوسنا وأنفس أبائنا وأخوتنا ورؤسائنا ومعلمينا وأنفس الموتى المؤمنين أبناء البيعة المقدسة المجيدة. أرح يا رب أنفسهم وأرواحهم وأجسادهم، وانضح ندام رحمك وحنانك على عظامهم، وتعطف علينا أيها المسيح ربنا وملكنا رب المجد، وكن لنا ولهم غفورا ورؤوفا. استجبنا أيها الرب ربنا، وكن لنا معينا وخلصنا، وتقبل دعواتنا وابتهالاتنا كرما منك، وابعد عنا برحمتك وحلمك جميع العقوبات الشديدة وضربات الغضب المؤذية، ووفقنا يا رب الأمن والسلام إلى الآخرة الصالحة التامة المحفوظة لأهل السلام، وامنحنا نهاية مسيحية تحبها وترضاها وتليق بجلالك الإلهي. وإياك نحمد مسبحين الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. أيها المسيح إلهنا، يا خالق العالم ومبدعه ومنظمه، يا روحا خلصت العوالم، يا ميرونا طاهرا منزها عن الفناء، وعرفا ذكيا خالدا، يا من أفعمت قلوبنا بعرف معرفتك الإلهي الذكي، وأهلتنا نحن البشر الأذلة الامتثال بين يديك، وخدمة أسرارك الإلهية التي لا يحيط بها وصف، التي يتوق الملائكة إلى الإحداق بها. فاعتق اللهم نفوسنا من أصل الخطية وتيه الأباطيل العالمية، ووفقنا في عبادتك عبادة حسنة كاملة، حاملين نيرك الطيب الخفيف، لكي نحيا أمامك حياتنا كلها بأعمال صالحة، متيقظين نفسا وجسدا، فنبلغ إلى الآخرة السعيدة والحياة الملائكية الخالية من الشقاء والكروب والحسرات، بنعمتك ورضا بك المبارك الذي أرسلك لخلاصنا، وتأييد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. أمين. مريم قابل حسيوب ولنا دار بصلة وثوب، ملك الخون من اللهم قابل حسيوب حوبي شبقون ودحطوي بثيون علمي والعلم علمي. عبدهم حلو حطو يعني ومر قديش أبو قديشو قديش برو قديشو قديش روحو حيو قديشو دم قديش بنت حطوه يلعب يا قد حويس رحمت عنا بشوذ عنا بشوذ هون دابو هين دا حين ودرابونين ودملفونين ودعانيذين كلهم عانيذين ما يمني يلدت عيطو ديلو قديشتو ومشبحتو بثيهون علمي
والعلم علمي. صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم يأتينا الأحياء والأموات. ذلك الذي ليس الملك انقضاء، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الآب. يا إله العالم وربه، أهن لهذا الفداء وإن لم نكن له أهلا، لكي يسالم بعضنا بعضا بقبول مقدسة روحية. هوشخ الإزبان العلمين من بارخ مواه، السلام لجميعكم. عمرو حدلو لحظه ذي كلش القريبه نشقته قادشته ورهيته حبيت مران ورهان من بوثار شلومه هونو قادشه ورهيته ذهب تبقدو مريم رحمه نوري شي نركين دوميك مورا نوارها. يا من هو وحده رب رحوم ساكن في الأعالي يتطلع إلى أبسط الأعمال، أسبغ بركاتك على الذين طأطأوا الرؤوس أمامك، باركهم بجودة ابنك الوحيد وضحك الكل قدسه الصالح المجود له والمحي والمساوي لك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. أيها الإله الآب، يا من برأفتك الجزيلة أرسلت ابنك إلى العالم ليرجع الخروف الضال، لا ترذل خدمة هذه الذبيحة غير الدموية، لأننا على رحمتك وليس على برنا متكلين، فلا يكن هذا السر الذي دبر لخلاصنا ديننا لنا، لكن واسطة للصفح عن خطايانا. وشوخ الإزبان العلمين Thank you.
الابن الوحيد وشركت حلول الروح القدس الفا بقليل تكن مع جميعكم اخوتي اخواتي الى الابد. شمشون سهرة كلهم كوكب الرايان بخرير شماي برجلهم شمياني ملاخي ريشاي ملاخي ريشون وثو شرطوني موثبي مراوث حيلي كروبي ساقية عيني وصروف اشتيتو يا يقفي هونو دبحو فوي افي عمرو لي فرحين هونو الوث هونو ومقدشين وقوعين ومرين قادي بقول مني هنا وفمر دحلو فيكن وحلوف ساقية بارخ مور مرقصي مثيه بالشبقون ودحطوه والحاية للعلم علمي Yeah.
في حلقة دي شوي مار سابشتو منك الخون هنا وديم نحن بيكون واحد بساقية برخمور مرين شير ايت مرهب شبانا ضحطوه والحي للعلا اشتركتم بهذا السر متذكرين موتي قيامتي حتى مجيئي قيامتك بعد أيام ثلاثة وصعودك إلى السماء وجلوسك عن جانب الله الآب الأيمن ومجيئك الثاني الذي تدين فيه المسكونة دينونة عادلة موفيا كل نفس ما عملت فمن أجل هذا نرفع إليك هذه الذبيحة غير الدموية لكي لا تعاملنا يا رب بحسب أثامنا لا تجازينا يا رب بما تستوجبه خطايانا لكن تغمد بجزيل رحمتك ذنوبنا نحن عبيدك فإن شعبك يتضرع إليك مبتهلا وميراثك يتوسل إليك ومعك ليبيت قائلا رحم علينا الله ابو رحيم علينا الله وحي الكل وترحى ملاين لهم شبحين عن لهم برخين عن لهم سوزنان وبوينان منو مريانو أصطبو وترحى آمالين استجبني يا رب استجبني يا رب استجبني يا رب اشفق علينا ايها الصالح وارحمنا Yeah.
الأشرار متناوليا نفسا وجسما، فيثمر صالح الأعمال ومن أجل تثبيت البيعة المقدسة المؤسسة على صخرة الإيمان التي لا تقهرها أبواب الهاوية. نجها يا رب من شكوك الهراطق حتى الانقضاء الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. شوخ الجبان العلمي. الملافنا الذين أذاعوا اسمك القدوس في الأمم والملوك وبني يعقوب، ماحقا الهرطقات التي تضايقنا، لأنك قدوس مقدس القديسين، هو شوخ الإجبان العلمين. Thank you.
نذكر جميع الموتى والشهداء الذين رحلوا عنا وهم على الإيمان المستقيم، الذي بجاهه نحن أيضا نرجو الحظوة بالرحمة والمغفرة لنا وله. أن يحس وشبوك الله أشرته دلال دلهم أيلين تحطينا نقدوم اكسبيون واتلوب سبيون بذاته واتلوب بذاته. شلوم دلال لحطو نطر مونيو كان يشان تحب غيري دغبايك إما ثويكو أي كانوا صبيات بل حطوا بهذو شروطا أي كانوا دبوا بهذي أخمو دبوا لي نشتاب أحنا تقالس شمو دينهم يقار كل وان برخو عامد مغن يشوهم شيحو ودروحو دي لو قديشو هاشو خون زبان العلمين اي كانو دي ثاو اي ثاو ومكثار الدور دورين والكلون دورين اولا مالمين من بارخ
شاف قرية ليسون قرية ليسون قرية ليسون شين العدوث وشلوم الديروث نطر طوب الكنيه واليلديهن حي كل زبان من مريون بين نصيد التسابيح لله لا بالفريق ونقدم السجود للابن الوحيد ونهتف بالدعاء للروح القدس الفارقليط المجيد نحن الذين بين يديك نسلم كافة أيام حياتنا يا الله يا رحوم يا حنون اصنع معنا رحمة وتحننا واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا أبا ربنا يسوع المسيح يا من يمجده الكاروبيم ويسبح السرافيم قدسنا نفسا وجسما وروحا لكي ندعوك بقلب نقي ووجه طليع يا أيها الإله الآب السماوي ونصلي قائلين أبونا البشمايو تقدس اسمك لكن نجنا من الشرير الآن وكل أوانٍ وإلى أبد الآبدين من بارخ مام كل خوف أمرو حادلوخ من أخدام سيبو ذدرة زهولي
بيت قراب لبغدوم مريم رحمون ريشه نرجين دميت مرنوالها امامك طاطاروس وهم عبيدك المترجون رحمتك الجزيلة أسبغ يا رب بركاتك قدس أسادنا نفوسنا أرواحنا جميعا أهلنا لتناول أسرار المسيح مخلصنا المحيا الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين سلام الكل صوت وامرح طيب ذاتي ثيوث قديشت وامشبحت لو بريث ايثيت وامت ميت ست شوية نسية الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين بارخ ما بحثا مرتي صنحو أسمر يا رحيم علينا دارا أتشيل قادي شلت خيو زودك بذياب بلحو آمين حا روح قديش حديث يون العلماء من أمياي عدم قديش أمان قبل العلماء بحنوني عدم قديش أمان فوق العلماء بحاشي أخير دخنومي عدم قديش أمان دي ثوق مرمش مليون كل ميديم دو أدوه نوش فيت مريم بارك من عالم وعدم العالم عال من أمين من أمين قرباني بصلاة قال السيد المسيح طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة لأجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم يا عباد الله في هذا الزمن العصيب تجتاز الكنيسة المقدسة
في الموصل وجميع الكنائس المسيحية مرحلة قاسية تشكل منعطفاً حاداً وخطراً وقاسياً في تاريخها. الموصل بلد الأنبياء، ولا يوجد مسيحي طارئ ولا يوجد مسيحي لاجئ. المسيحيون هم أهل العراق من مئات السنين، أبناء بابل وآشور، أبناء الرافدين دجلة والفرات، عاشوا مع إخوة لهم إسلام ومسيحيين، وكانوا أحراراً في معتقداتهم وصلواتهم وفي بناء كنائسهم، وبلحظة واحدة أصبحوا كفرة ووجبت عليهم الجزية، طردوا من بيوتهم، جردوا من كل ما يملكون تهجير قسري ظالم، حرقوا بعض الكنائس، نهبوا أحد الأديرة، بدأوا الآذان في كنائسنا بالموصل. إن الموصل اليوم خالية من المسيحيين، لأنهم طردوا من بيوتهم وطلبوا من كل مسيحي أن يعتنق الدين الإسلامي ويدفع الجزية وإلا يغادر الموصل فوراً. نقول لهم إن أهل الموصل هم أهل الإيمان، كيف سيتركون الدين المسيحي؟ وهذا لا يمكن أن يصير حتى ولو استشهدوا رجالاً ونساءً وشباباً وشاباتاً وأطفالاً، نستشهد لأجل المسيح. إن الأعمال الهمجية العدوانية على شعب مؤمن يعبد الله مسيحي هز مشاعرنا ومشاعر العالم أجمع. لماذا هذه المجازر بحق المسيحيين الذين عاشوا في الموصل مسقط رأسهم محبين لوطنهم؟ رعب، اضطهاد، خوف، قلق، طرد، تهديد. استيقظ أيها الضمير المنبثق من الشيطان، لماذا هذا العمل الغير الإنساني، الطرد الجماعي، المصير الغامض، الاضطهاد القاسي الذي حدث هو خروج عن الإرادة التي عشناها سوية مع الإخوة المسلمين؟ ما هذا الذي جرى في شهر رمضان المبارك؟ من أنت أيها الإنسان؟ ومن أين أتيت في أيام معدودة لتطرد أبناء الموصل المسيحيين؟ قطعت الرواتب عنهم، قطعت الحصة التموينية، أخذوا ذهبهم، أخذوا كل ما يملكون من المال في حياتهم مع التليفونات الخلوية والسيارات. أين العدالة والحق؟ أين احترام حقوق الإنسان؟ بالسلام يعيش الناس في هدوء، وبغير السلام يصبح العالم شبه غابة القوي فيها يعتدي على من أضعف منه. والأديان السماوية المسيحية والإسلام تنادي بالسلام، تنادي بالمحبة، تنادي بالعيش المشترك. فالسلام في الإسلام
هو اسم من أسماء الله. ففي سورة الحشر جاء النص: الله هو الله الذي لا إله إلا هو، الله القدوس الملك القدوس السلام. والسلام في المسيحية نقول أن السيد المسيح له المجد، إله السلام وملك السلام ومصدر السلام. والدين السماوي الإسلام دين واحد، وهو رسالة تسامح، رسالة إصلاح، رسالة قبول الآخر والتعايش معه. إن عدد العوائل التي غادرت الموصل طرداً أكثر من 1000 عائلة إلى دير مارمتة، دهوك، أربيل، عنكاوة، قرقوش، بحشيقة، بحزاني، تلسقف، تلكيف ومناطق أخرى. أحبائي، إن محك الإنسان هو الرحمة، وهذا العمل الإجرامي من قبل فئة ضالة لا تعرف الله ولا تعرف الإسلام، لا فيها رحمة، إنها تعرف الشيطان، ومن الشياطين أخذت التعاليم. فنقول: طوبى للمضطهدين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. إنها ظروف صعبة تمر بها الكنيسة. إن هذا العمل هو مدبر من دول أخرى ومن بعض البلدان، مسنودون بدولة ما، لأن الذي صار ليس سهلاً، إنه تخطيط مسبق، والكل صامت لم يتكلم. العمل الذي صار هو مخطط رهيب لتقسيم العراق. أذاعوا من منارة الجامع الكبير في الموصل والجوامع الأخرى إعلان أن يخرجوا المسيحيين من الموصل، علماً أن منارة الجامع الكبير في يوم ما كادت أن تميل أكثر من اللازم واحتمال أن تسقط. ولم يستطع أي معماري بناء أن يعملها ويحافظ على ثباتها. والذين أصلحوا هذه المنارة وأعادوا ثباتها بطريقة معمارية هم فريق من المعماريين المسيحيين السريان، إنه المرحوم عبود الطنبورتشي والمرحوم والدي اصطفان عيسى البنا. وبقيت منارة الجامع الكبير شامخة ثابتة، واليوم من هذه المنارة أذيع نبأ طرد المسيحيين. أيها التاريخ، سجل ماذا يجري من أعمال إرهابية بحق المسيحيين. نطالب الأمم المتحدة، نطالب الدول الكبرى، نطالب العالم أجمع، نطالب من هو وراء هذه العملية معالجة الأمور التي حدثت. إن الأمور غير صحيحة، وإيجاد حلول سريعة لحل قضايا المسيحيين الذين اضطهدوا وطردوا ظلماً، وإعادة كل الحقوق لهم، والحماية اللازمة للمسيحيين، دفع الرواتب لهم، تدبير أمور الطلاب أولادهم الذي تركوا المدارس وشردوا، كما نطالب بعدم التصرف بأملاك المسيحيين، والمحافظة على الكنائس، المحافظة على الكتب الدينية والتراث والطقوس الموجود في كنائسنا،
نناشد أصحاب الضمير الحي في العالم قائلين: عار على كل من ارتكب هذه الجرائم. ونحن هنا اليوم من كنيسة عمان نصلي لأجل إخوة لنا طردوا من الموصل، ونقول لهم: لا تستحق هذا العمل والطرد من مسقط رأسكم. والكنيسة أحبائي حفظت على مدى 2014 سنة وهي تمر بالاضطهادات والضيق والشدائد، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. نعم، إننا بالإيمان سنغلب، وبالإيمان سننتصر على التجارب، وبالإيمان ننمو ونحيا. فالأمل والرجاء والصبر والإيمان هو الطريق لكي نثبت وجودنا. ولا يمكن التغلب على العنف بواسطة العنف، لنصل بالحكمة والصمت إلى السلام. إننا نعمل بما أوصانا السيد المسيح: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، لكي تكونوا أبناء الله الذي في السماوات. اصمدوا يا كنيستنا السريانية في الموصل، اصمدي أيتها الكنائس المسيحية، لا تخافوا، حافظوا على إيمانكم، أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. وما أجمل ما قاله صاحب المزامير: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي. سنعمل الطلبة لأجل الإخوة المسيحيين في الموصل، الكل يشارك بهذه الطلبة والدعاء. أيها المسيح ربنا خالقنا بجاه أمك مريم ارحمنا من طغيان إبليس، اتقنا من جنود الأشرار، خلصنا غفران الذنوب امنحنا. اسمع دعاءنا، نحن عبيدك البائسين قائمين أمام عظمتك في هذا الحين. أرسل يا رب من خزائن مراحمك الشفاء للمرضى، العافية للمتوجعين، الإطلاق للأسرى، الفرج للمكروبين، العودة للبعيدين، والهداية للضالين، الإلفة والاتفاق للمتخاصمين،
والغفران للخطاط والصفح عن ذنوب المذنبين والراحة والرضا بواسطة القديسة الطاهرة سيدة العالمين العذراء مريم والدة النور والخلاص لكل المؤمنين والوقار والإكرام للشهداء والقديسين والراحة والنياح لكافة الموتى المسيحيين وامنح يا رب كل أحد ما ينفعه ويصلح له من بحر جودك الطافح على كل من الصالحين والطالحين ومن أجل هذه الإنعامات والإحسانات يسجد ويمجد اسمك القدوس المكرم والمعظم من الروحانيين والبشر أجمعين أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد عينينا في عشاء على المصائب والقهر سلين قلب منكسر يا جابرا يا مجبرا ماذا أصيح ماذا أقول للسيدة عبر البتول ذهب بها شبح أبو وبر والروح القديس من أولام والدور دورين لتشبه تالي من مذبحك الغافرين حد الغفران يا بيتك يا ابن الله يا ابن تأتي من أجل خلاصنا وعتيدنا أيضاً أن تأتي من أجل بيعاتنا تجيجسنا إلى الأبد آمين رب الإله يمين غير المنظورة وبارك هذا الجمع الساجد لك المنتظر تناول جسدك ودمك الثمين للحظوة بغفران الذنوب والصفع عن الخطايا ربنا وإلهنا إلى الأبد آمين العظيم مخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأسرار وعلى مناوليها وعلى متناوليها وعلى كل من تعب واشترك فيها في العالمين إلى الأبد وراني
ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح إلى الأب سبحانه، جسدك المقدس الذي أكلناه، دمك الغافر الذي شربناه، يا رب لا يكون هذا القربان إلا لخلاصنا وتمجيد اسمك إلى الأبد. نشكرك يا رب لأنك بجزيل رحمتك جعلتنا للاشتراك بمائدتك السماوية. أهلاً هاشوق الزبان العلمي. آمين. أيها الإله العظيم الذي تحار فيه العقول، خلصنا واشفق علينا وارحمنا الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. درونو مورو تكولن بلني موران دبنو البعيدين منكم القريبين الأحياء والموتى، المفتدين بصليب الرب الطاهر، الموسومين بسمة المعمودية المقدسة كي تغفر ذنوبكم ذنوب موتاكم، أنال أنا العبد الضعيف الخاطئ العوض قوة بصلواتكم. إذهبوا بالسلام وأنتم فرحون مسرورون. الرب يحفظكم ويرحم أمواتكم. في برق حزن لي يقدمنا عبر شيطوق اليون فوق دخل رزو دبرون ورهنون بثانو يا